بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعزائي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله. في ميثاق قانون الأحوال الشخصية هنتكلم اليوم عن أنواع الزواج. طبعا أنواع الزواج في عنا زواج صحيح وفي زواج باطل وفي زواج فاسد. طبعا في نصوص قانونية نص عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة. على سبيل المثال، مثلا المادة 31 بتقول إذا كان أحد الطرفين غير جائز حائز على شرائط الأهلية حين العقد يكون النكاح فاسد إلا ما استثني بنص المادة 45. طبعا اثنين، إذا كان أحد المرأتين ممنوع الجمع بينهم يقتضي بمقتضى المادة 16 في عصمة أحد فلا يجوز له نكاح أختها ويكون نكاحها فاسد. طبعا المواد هذه بتقرأوه قبل الدخول في الشرح. من ضمنها برضو نكاح المتعة والنكاح المؤقت فاسد، النكاح الذي يعقد بلا شهود فاسد، وكذلك النكاح بالواقع بالإقرار فاسد، تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل. طبعا المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية برضو نصت على حكم الزواج الصحيح، أنه متى انعقد صحيحا ثبتت به الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكام من حين العقد إلى آخره. طبعا النكاح الباطل على الإطلاق سواء وقع دخول أو لم يقع، والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكما أصلا. وعلى ذلك لا تثبت بين الزوجين أحكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والإرث وحرمة المصاهرة. أما المادة 44 فنصت إذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة فقط، ولا تلزم أحكام النفقة والإرث. طبعا المادة 45 بتتكلم عن حكم البقاء في الزوجية في النكاح الباطل الفاسد. طبعا هنا ممنوع، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند محاكمة ما لم يكن سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي، واتصل النكاح بحمل مستبين أو ولادة فلا يفرق بينهما. هنأتي إلى أنواع الزواج. زي ما قلنا، في صحيح في فاسد في باطل. أما الزواج الموقوف فهو كالفاسد في حال عدم الإجازة. بداية فيما يتعلق بالزواج الصحيح، من عرفه هو الذي استوفى جميع شروط الانعقاد وجميع شروط الصحة وجميع شروط اللزوم والنفاذ التي سبق ذكرها، ومتى اجتمعت تلك الشروط كان عقد الزواج صحيحا نافذ وتترتب عليه جميع هذه الآثار. طبعا هذه الآثار سنوردها الآن في على سبيل الإجمال، لأننا سوف نتكلم عنها كل واحدة في مبحث مستقل. سنأتي إلى النقطة الثانية وهي حكم الزواج الصحيح وآثاره. بيّنت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية حكم الزواج الصحيح، فنصت على متى انعقد النكاح صحيحا ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمريان. بمجرد العقد يتجب الحقوق الزوجية، ومن ضمنها النفقة. النفقة بمجرد العقد على زوجتك يتجب النفقة حتى لو ما صارش في دخول. طبعا يتضح من هذه المادة 17 ان آثاره واحكامه الزواج الصحيح: واحد، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ما لم يمنع مانع، بالتالي يجوز لكلا من الزوجين أن يستمتعوا ببعضهم، بالتالي هذا من الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة. ملك الحبس أو القيد المقصود فيه هو أن تتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه، ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرة. يعني بمعنى، طالما إن الزوج مؤدي إلى زوجته جميع حقوقها من مهر معجل وعفش بيت، يجب بالتالي يجب عليها أن تمكنه من نفسه، وبالتالي أن تسمع تطيعه في نفسها، وبالتالي لا تخرج من بيت إلا
بإذني. طبعا حنتكلم عنه في نوع من التفصيل، هيأتي في مبحث مستقل. من ضمن الآثار وجوب المهر المسمى على الزوجة، ووجوب النفقة بأنواعها الثلاثة طبعا، ووجوب حرمة ثبوت حرمة المصاهرة، وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروع، وكذلك حرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس عقد الزواج، وفي بعضها يشترط الدخول. طبعا ثبوت النسب من الزوج بمجرد وقوع وجود الزواج في الظاهر، لقوله الولد للفراش وللعاهل الحجر. فبالتالي بمعنى أن ثبوت النسب يتم بإحدى طرق، إما يتم بالإقرار، وإما يتم عن طريق فراش الزوجية كقرينة أن الولد للفراش، وإما يتم عن طريق البينة وحكم القضاء بالنهاية. ثبوت حق الإرث بين الزوجين إذا مات أحد الزوجين أثناء قيام الزوجية، وجوب العدل عند ما يكون الزوج متزوج بأكثر من امرأة. زي ما احنا عارفين يجوز للزوج حسب الشرع الشريعة الإسلامية أن يتزوج بأكثر من امرأة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا مسألة التعدد، البعض يقول الأصل إنها واحدة، والأصل البعض يقول الأصل فيها التعدد. طبعا هنتكلم عنه في مبحث مستقل برضو. وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه، ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي. ولاية التأديب برضو هنتكلم عنه إن شاء الله في مبحث مستقل. ولاية التأديب للزوج إذا لم تطيعه فيما يلزمه يلزم طاعته، بمعنى لا تدخل في بيته شخص لا يريده، لا تأخذ من ماله بغير إذنه. طبعا هذه كلها حقوق للزوج يجب على المرأة أن تلتزم بها. وبالتالي ولاية التأديب مش المقصود فيها مثل إنه الزوج يضرب زوجته بالكريك أو ما شابه ذلك أو بالعصاية، لا، المقصود فيه هو مجرد أذى بدني، هو تعبير عن عدم رضاه عما قامت به الزوجة. مش المقصود فيه هو أن تكسر إيدها أو تكسر رجلها. قال بالتالي ما ضرب الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام امرأة في حياته قط، وبالتالي ما كان يضرب إلا من يذهب إلى الحرب. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ولا يضرب خياركم. بالتالي الأصل إنها ما تضربش. بالتالي في طرق التأديب لها طرق مختلفة زي ما نتكلم عنها في وعظ في هجر، والضرب هذا كآخر وسيلة، والمقصود فيه اختلفت التفاسير فيه. في البعض قال إنه الضرب بمعنى الهجر، إنك تطلع من الدار مثلا، تطلع من الغرفة اللي فيها، بمعنى وإذا ضربتم في الأرض، بمعنى إذا خرجتم. والبعض قال الضرب بس بضرب في طبقا للحدود الشريعة الإسلامية، هي اللي منه ما يأثرش وبالتالي لا يترك أي أثر، مجرد هو لمس بالتالي مش ضرب، بالتالي مجرد إنك تشعرها بأنك غير راضي عن هذا التصرف. طبعا فيما يتعلق في الزواج الباطل، المادة 37 تكلمت عن الزواج الباطل، فقال الزواج غير المسلم بالمسلم باطل، وقد القانون تجنب وضع تعريف العقد الباطل واكتفى بالنص على هذه الحالة. طبعا الزواج الباطل عند الحنفية هو الذي حصل خلل في ركنه أو في شرط من شروط الانعقاد، أو في شروط الصيغة زي ما أخذناها، الإجابة والقبول أو انعقد في لفظ يدل على المستقبل، وزواج المسلم بغير المسلم، وزواج المسلم بغير الكتابية كالمجوسية والوثنية، والزواج من امرأة محرمة تحريم مؤبد، ولا خلاف في تحريمها بين الفقهاء سواء لنسب أو لمصاهرة أو لرضاع ونحوهما. طبعا طبعا من نتكلم عن حكم الزواج الباطل،
الباطل طبعا تكلمت عليه المادة 43 و45، نصت على حكمه، قال الزواج الباطل أن الزواج الباطل لا يترتب عليه أي شيء من الآثار الزواج الصحيح، ولو حصل فيه دخول حتى لو حصل فيه دخول لا يترتب عليه أي أثر من هذه الآثار. طبعا فيما يتعلق في هذه المادة يتضح منها أنه لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به توارث ولا مصاهر، ويجب عدم التمكين من الدخول بينهما، فإذا دخل يفرق القاضي بينهم. أما فيما يتعلق في الزواج الفاسد، هو كل عقد فقد شرط من شروط صحته كان يكون العقد بغير شهود، أو يكون الشهود غير مستوفين للشروط. والزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرط من شروط الصحة، ويكون فاسد في الحالة التالية: إذا كان إحدى الطرفين غير حائز على شرائط الأهلية حين العقد، بيكون النكاح فاسد، باستثناء ما اتصل النكاح إذا اتصل النكاح بحمل مستبين أو ولادة، فلا يفرق بينهما، ويكون النكاح صحيح بحكم القاضي وحسب نص المادة 45. والزواج بغير الشهود والزواج المؤقت والزواج بالإكراه فاسد. وجمع خمس زوجات في عقد برضو باطل. وجمع بين امرأة وأختها أو عمتها وخالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها تزوجة، بالتالي كل هذا فاسد. نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عند الحنفية وباطل عند الصحابيين، وهما أبي يوسف ومحمد بن الحسن. حكم الزواج الفاسد، طبعا الزواج الفاسد نفرق بين حالتين: حالة ما قبل الدخول وحالة ما بعد الدخول. حالة ما قبل الدخول زي الزواج الباطل، لا يثبت به أي حق من الحقوق، عشان هيك. أما حال بعد الدخول، فبالتالي النكاح بعد الدخول الفاسد يلزم به المهر وجميع الآثار ما عدا النفقة والإرث. طبعا اللي تكلمت عليه المادة 43 المادة 44، تتضح من خلال هذه المواد حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية. وليس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فلا يترتب عليه شيء من آثار الزوجية، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا تجب فيه للمرأة مهر ولا نفقة، ولا تجب فيه العدة، ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يثبت به النسب ولا التوارث. ويجب على الزوجين أن يتفرقا بأنفسهما، وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليحكم التفريق بينهم. ويجوز فيه دعوى الحسبة لإزالة المنكر. طبعا دعوى الحسبة هذه لا تشترك شخص معين، بالتالي أي شخص بإمكانه يرفعها، لأنها تتعلق في حق من حقوق الله تعالى، فلا يجوز. فشخص مثلا شخص غير مسلم تزوج مسلمة، بإمكان أي شخص يقيم عليهم دعوى الحسبة، أو شخص طلق زوجته 3 طلقات وأصبحت محرمة عليه، وبالتالي أي شخص بإمكانه يرفع هذه الدعوة، لأنها تتعلق في حق من حقوق الله تعالى. طبعا إذا حصل دخول بين المرأة وكان الدخول معصية، واجب على الزوجين أن يفترقا من تلقاء أنفسهم، فإن لم يفترقا وجب على كل من أمر من من عرف في أمرهم أن يرفعه إلى القاضي ليفرق بينهم، وهو إحدى المواضع التي ترفع فيها دعوى الحسبة. بالرغم من كون الدخول في الزواج فاسد معصية، إلا أنه تثبت به الحقوق: وجوب المهر، وجوب النسب، وجوب العدة على المرأة من حيث التفريق بينهما، ثبوت حرمة المصاهرة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده حسب نص المادة 44. طبعا فيما يتعلق في حكم الزوجة أو الزواج الباطل أو الفاسد، حكم البقاء عليهم: بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع
فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند المحاكمة ما لم يكن سبب الفساد فقدان أهلية السن أو عدم إذن القاضي. يتصل النكاح بحمل مستبين أو ولادة فلا يفرق بينهما ويكون النكاح صحيح بحكم القاضي. راعى المشرع في حالتي الحمل والولادة مصلحة الصغير، أما في حالة بلوغ السن القانونية حين إقامة الدعوة فإنه يزول سبب الفساد ولا يكون هناك مصلحة في فسخ الزواج، خاصة وأن جمهور الفقهاء يجيزون تزويج الصغار. فيما يتعلق بالشق الزوج والزواج الموقوف، الزواج الموقوف مع كونه صحيحا لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج قبل إجازته ممن له حق الإجازة، فلا يحل فيه الدخول بالزوجة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به حق التوارث بموت أحد الزوجين، فإن يجيز صار نافذا وتترتب عليه أحكام الزواج اللازم. لأن القاعدة الفقهية إيش بتقول؟ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. طبعا الزواج المقصود الموقوف كزواج الفضول الذي يعقد لغيره من غير ولايته ولاية تامة عليه ولا وكالة عليه، وكذلك مثل تزويج الصغير والصغيرة المميزين بدون إذن الولي. طبعا بعد ما يأذن الولي يجوز تزويجهم. طبعا الفضول هو من اسمه مبين انه شخص بكونش مواكل انه يعمل زواج، فبروح من تلقاء نفسه يعقد الزواج. في هذه الحالة يترتب أثر الزواج على موضوع موافقة هذا الشخص الذي أبرم عنه الزواج، إذا وافق يصبح العقد زيه زي الزواج الصحيح، بمعنى تحول العقد إلى نافذ، بمعنى أن بيع الفضول ينعقد موقوفا على إجازة المالك، فإذا أجازه المالك أصبح نافذا، بشبه الزواج هنا بقصة البيع. طبعا اللي بدنا نقوله إنه الزواج الفاسد قبل إجازته زيه زي الفاسد، الزواج الموقوف قبل الإقرار به مثله مثل الزواج الفاسد، أما بعد الإقرار به فيصبح كالزواج النافذ. هيك بنكون تكلمنا عن أنواع الزواج، عرفنا الزواج الفاسد والزواج الباطل والزواج الصحيح، وذكرنا الأحكام التي تترتب على كل منهما. فيما يتعلق بالحقوق الزوجية، طبعا حقوق الزواج وواجباته، عرفنا أن الزواج كغيره من العقود ينشئ بين العاقدين الزوجين حقوقا وواجبات متبادلة، عملا بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف التعاقد الذي يقوم عليه كل عقد. القرآن الكريم أشار لهذا المبدأ وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا الحقوق الزوجية تنقسم إلى 3 أقسام، في حقوق مشتركة وفي حقوق الزوجة وفي حقوق الزوج. هنتكلم في هذه المحاضرة عن الحقوق المشتركة. طبعا الحقوق المشتركة بين الزوجين هي المعاشرة الزوجية، أي حل العشرة بين الزوجين واستمتاع كل منهما بالآخر، فيحل الزوج من زوجته ما يحل له منها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. طبعا حسن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف وحسن الخلق، ثبوت نسب الأولاد والبنات، ثبوت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، وجوب التعاون فيما بينهما على البر والتقوى وخدمة البيت وتربية الأولاد، الصبر وتحمل الأذى وحفظ أسرار الزوجة، الأمانة وحفظ العهد، ثبوت حرمة المصاهرة، فلا يحل الزوج أن يتزوج أقارب الزوجة كأمها وبناتها وفروعها، ولا يحل الزوجة آباء الزوج وأبناء وفروع. يعني بينفعش الزوج يتزوج أبو الزوج وبينفعش أبو الزوج يتزوج الزوجة، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طبعا المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة، وهو أمر مندوب لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. والمرأة أيضا مندوبة إلى مستحب لها إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان واللطف من الكلام. طبعا زي ما احنا عارفين، ما الرفق ما حل بشيء إلا وزانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالأصل إنه يكون الإنسان رفيق في حياته مع شريك حياته، ومن العشرة الطيبة ألا يجمع بين امرأتين في مسكن واحد، يعني من إلا برضاهم. يعني أنت متزوج تنتين، لا يجوز لك أن تجمع بينهم في منزل واحد إلا برضاهم، لأنه من شروط المسكن زي ما نتعرف عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة أن يكون آمن، وله قفل خاص به، وله مدخل خاص به، وتوجد به جميع الأشياء، لأنه ليس من العشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة في حال أنك جمعت بين أكثر من امرأتين في نفس المنزل بغير رضاهم. ومنها ألا يطأ إحداهما، أي يعني بمعنى لا يطأ إحدى زوجاته بحضور الأخرى، لأنها دناءة وسوء عشرة. ومنها ألا يستمتع بها إلا بالمعروف. والرأي الراجح فيما يتعلق بالمعاشرة الجنسية، بمعنى يقول إنها من الحقوق المشتركة، إيش يعني؟ حق لكل من الزوجين في مواجهة صاحبه، بحيث يحق لكل منهما مطالبة الآخر بالوطئ يعني بالاستمتاع، ويجب عليه قضاء، لأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما. طبعا فيما يتعلق بحكم الاستمتاع، وهل الوطء واجب؟ بمعنى الزوج تعاقد على امرأة، هل لازم يدخل فيها؟ وكم عدد المرات التي يجب الزوج أن يجامع زوجته فيها؟ طبعا في خلاف القانون هنا، قال يجب على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية. طبعا هذا قول الحنفية وبعض الشافعية، بيقولوا إن المعاشرة الجنسية حق خالص للزوج، وواجب على الزوجة أن تطيعه، ولا يجب على الزوج قضاء إلا مرة واحدة في العمر. طبعا المالكية قالوا الجماع واجب على الرجل للمرأة، بالتالي يجب على الرجل أن يجامع مرأته إلا إذا وجد مانع. بالتالي إذا وجد مانع بالتالي بيكون معزول، لكن إذا انتفى المانع وجب عليه أن يجامع الرجل مرأته أو مرأته. فيما يتعلق بالشافعية، الشافعية قالوا أنه لا يجب على الزوج وطئ زوجته، ولا يجبر عليه قضاء، ولا إثم عليه في تركه. هذا قول الشافعية. طيب إيش وجهة نظرهم؟ بيقول أنه حقه، بيقول أنه الزواج الدخول أي الاستمتاع بالزوجة أو معاشرة الزوجة بالنسبة للزوج هو حق خالص للزوج فقط، فجاز له تركه. ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه، ولأن الجماع من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تخلفها بالتصنع. بالتالي ولكن يستحب له ألا يعطلها من الجماع، وتحصينا لها أي تحصينا لزوجته، لأنها من المعاشرة بالمعروف، ولأنه تركه قد يؤدي إلى الإضرار بها. فبالتالي الأصل فالدين الشافعية بدهم يقولوا إنه الحق خالص، ولكن يستحب له إنه يجامع زوجته، وبالتالي يحصنها، لأن زي ما احنا عارفين من أهداف الزواج هي تحصين النفوس. فبالتالي سواء للمرأة أو الرجل، فهي كما للرجل شهوة كذلك للمرأة شهوة، بالتالي يجب على الزوج إشباع رغبة الزوج، وكذلك على الزوجة مثل ذلك، لأن الاستمتاع من الحقوق المشتركة بين الزوجين. وقال العز بن عبد السلام، وهو شافعي المذهب: الرجل مخير بين الجماع وتركه، وفعل ما الأصلح للزوجين أفضل. طبعا يعني بده يقول لك الزوجين هم بيعرفوا الأفضل إلهم، ممكن يكون الاثنين مرضى، وبالتالي الجماع هذا ممكن يأثر عليهم، بالتالي ما بينفعش يجامعوا في هذه الحالة. أما الحنابلة قالوا يجب على الزوج
أن يطأ زوجته في كل 4 أشهر مرة ما لم يكن عذرا، ما لم يكن عذرا. هذا قول الحنابلة، واستندوا على يمين الإله، لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر اليمين أي يمين الإله على تركه واجبا كسائر ما لم يجب، لأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين. طبعا هي آية الإله والذين يألون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. بالتالي الإله هو أن يحلف الرجل على زوجته أنه ما يقربهاش لمدة 4 أشهر، هذا بمجرد انتهاء 4 أشهر بإمكان الزوجة أن تلجأ إلى القضاء، وبالتالي يتم التفريق بينهم. وفي بعض المذاهب يقول لك في بمجرد انتهاء 4 أشهر تنتهي العلاقة بينهم. طبعا قال ابن تيمية في هذا الموضوع يجب على الرجل يطئ زوجته بالمعروف أي بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها وقدرته، من غير تحديد بمرة كل شهر أو مرة كل أسبوع أو مرة كل 4 أشهر غير أو غير ذلك. وذلك لأن دلالة نصوص الكتاب والسنة عدم تقدير ذلك أو أي شيء مما يوجبه عقد النكاح على كل واحد من الزوجين والرجوع فيه إلى العرف. طبعا ليش هذا بيرجع فيه إلى العرف؟ حسب كل إنسان وكل طاقته. بالتالي فالمعاشرة الجنسية بحد ذاتها هي فيها مجهود بدني لكلا الطرفين، ففي طرف ممكن ما يكون مثلا مريض في القلب لا سمح الله، ففي هذه الحالة لا بيقدرش انه يجامع كل اسبوع مرة وكل يوم مرة، فبالتالي تتفاوت حسب كل واحد وحسب طاقته. فعشان هيك قال ابن تيمية يجب على الزوج وطئ زوجته بالمعروف اي بقدر حاجتها وقدرته. فطبعا تختلف القدرة، تختلف من شخص لشخص ازال طبعا. وفي النهاية قال والرجوع فيه إلى العرف، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا إذا تنازع الزوجين في الوطئ المستحق لها ففرض الحاكم ذلك باجتهاده بحسب العرف وحالة الزوجين، كما يفرض لها النفقة والسكنى وسائر حقوقها. طبعا ممكن ترفع الأمر لو تضرر من عدم مجامع زوجها، ممكن ترفع الأمر هذا إلى القضاء، ممكن القضاء تالي يجبر الزوج على هذا الأمر، ما تمش بالتالي يتم أو يمهله لتحسين العلاقة بينهم، لأنه الاستمتاع حق مشترك لكلا الطرفين. فإذا لم يستجيب بالتالي بيحصل تفريق يفرق القضاء بينهم. طبعا حصول الضرر للزوجة بالترك الوطئ مقتضي للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى الفسخ بتعذره في الإله إجماعا. هنا بده يقصد إنه زي ما في دعوة اسمها دعوة تفريق لعدم النفاق، كذلك في ممكن نرفع نفرق لعدم الجماع أو للضرر من عدم الاستمتاع بين كلا من الزوجين، لأن قلنا الحق الاستمتاع هو حق مشترك لكلا الطرفين. والخلاصة الجمهور يوجبون الوطئ على الزوج وإعفاف المرأة، أما الحنفية وبعض الشافعية لا يوجبون الوطئ إلا مرة واحدة. ونحن نميل إلى رأي ابن تيمية اللي هو إيش، اللي هو حسب قدرة الشخص وتم إخضاعه إلى العرف. هيك بنكون تكلمنا عن أنواع الزواج، وتكلمنا عن قلنا في زواج فاسد وفي زواج صحيح وفي زواج فاسد وفي زواج باطل، وتكلمنا عن أحكام كل منهم والآثار التي تترتب عليهم، تكلمنا عن الحقوق الزوجية، وتكلمنا في هذه المحاضرة عن الحقوق المشتركة. في المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن حقوق الزوجة، وهي المهر والنفقة. طبعا هنتخصص المحاضرة الجاية إن شاء الله الكلام عن حقوق الزوجة، والمحاضرة اللي بعدها بتكون عن حقوق الزوج. إلى اللقاء في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة